بداية، لو تحدثنا عن طبيعة إجراء العملية الانتخابية هنا في مدرسة العدوية في مدينة طول كرم منذ صباح اليوم. يعني بشكل عام تجري العملية الانتخابية في كافة المراكز الاقتراع في مدينة طول كرم، بروح من التعاون، بروح من الاتفاق بين جميع القوائم على أن تسير هذه العملية بكل نزاهة وشفافية دون احتكاكات من أحد. يعني الإقبال من قبل المواطنين جيد نوعا ما. بساعات الصباح الأولى كان هناك ازدحام في بعض المراكز، والآن تجري العملية بقدم وساق بروح جميلة بين الجميع. كيف تشاركون القوائم الأخرى؟ يعني طبيعة المنافسة يعني ما بينكم وبين القوائم الأخرى، لو تحكي لنا شوي عنه. يعني كانت المنافسة بينكم جميع القوائم، قائمة بالأساس على تقديم أفضل برنامج انتخابي لخدمات مدينة طول كرم، كانت بعيدة عن التجاذبات السياسية، بعيدة نوعا ما عن أي خلافات أخرى. كان التنافس قائم على البرنامج الانتخابي والخدمات التي تسعى كل قائمة لتقديمها بشكل أفضل لمدينة طول كرم. طيب قضية اللي هي المشاركة الشعبية في إجراء العملية الانتخابية، يعني منذ الصباح كيف شاهدتم تفاعل الناس، تفاعل المواطنين هنا في مدينة طول كرم مع العملية الانتخابية منذ فتح باب الاقتراع وحتى؟ يعني حقيقة كان حجم التفاعل كبير. من الساعة 7 صباحا هناك العديد من الإخوان والأخوات توجهوا إلى مراكز الاقتراع باكرا، وهذا يدل على وعي كبير لدى المواطن الكرمي. الإدلاء بالصوت سيحدد وصلت قيادة المجلس البلدي القادم، وجميع مواطنين من مدينة طول كرم وضواحيها كانوا على درجة كبيرة من الوعي. ومن عبر نافذتكم أدعو جميع إخوتي وأخواتي بغض النظر عن القرار الذي اتخذوه لأي قائمة إلى المشاركة بشكل كبير وواسع في هذه العملية الديمقراطية التي كانت في تعليمات مباشرة من فخامة السيد الرئيس محمود عباس رحمه الله والحكومة وحركة فتح أن تكون العملية الديمقراطية قائمة على التنافس الشريف بين جميع القوائم. ولذلك فإن الصوت حق لكل مواطن، فأدعو جميع المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته. شكرا لك عبد المجيد جودي، المرشح في قائمة البناء والتحرير. إذا مشاهدينا الكرام، لا تزال العملية الانتخابية تجري بشكل اعتيادي هنا في مدينة طول كرم. هناك أكثر من مدرسة يجري فيها عملية الاقتراع، هناك 7 قوائم محلية في المدينة. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي خروقات ما بين القوائم، واستمرار واضح للعملية الانتخابية ما بين القوائم. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النافذة من أمام مدرسة العدوية في مدينة طول كرم. Bismillahirrahmanirrahim.